أهلا بك سليل، تفضلي. نعم، مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا بك. الأشهر الستة أو السبعة الماضية، نعم، يعني معرض أربيل الدولي شهد توقف في معارضه التي كانت من الممكن أن تكون هنالك أكثر من 26 معرض في قاعتيه الأولى والثانية. أرض معارض أربيل توقفت تقريبا منذ 7 أشهر، معارضها توقفت، منها معرض الأثاث، معرض الاستثمار، وكذلك معرض الكتاب ومعارض أخرى كثيرة. لكن الآن بعد قرارات الفتح، فتح جميع المناطق وكذلك فتح جميع الأماكن العامة والأماكن الخدمات في مدينة أربيل، من الممكن أن تعود المعارض إلى على قاعات أرض معارض أربيل. الآن معي سيد سوران قادر، وهو مدير معرض أربيل، ليحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. سيد سوران، يعني بالبداية أهلا بك، حدثنا أكثر حول يعني مدى جاهزيتكم لإقامة المعارض في الأشهر القادمة. أولا نترحب بالقناة الزاغروس، احنا نشكركم دائما تتواصلون معنا في كل المعارض. احنا حقيقة حاليا نستعد ونجهز المعرض للأيام القادمة، نفتح المعارض إن شاء الله بإذن الله، وإحنا خابرنا المنظمين اللي يسوون المعارض في أرض المعرض الأربيلي في إقليم الكردستان. إحنا مع الأسف بسبب جائحة الكورونا توقفنا عن المعارض، وإحنا حاليا نتمنى نبدأ بفتح المعارض في أربيل. وإحنا طبعا نلتزم بجميع القوانين في وزارة الصحة في إقليم الكردستان بفتح المعارض، وحاليا بدأنا بالعمل وجاهزين ومستعدين لأي معرض حاليا. وإحنا عندنا خطط حاليا، كان نخطط هالسنة 2020 على الأقل نسوي 26 إلى 30 معرض في إقليم كردستان، بس مع الأسف ما صارت بسبب جائحة الكورونا. وحاليا إحنا نستعد ونتمنى أيام القادمة والأشهر القادمة نبدأ بالمعارض. طيب، هل تستطيع أن تقول لنا ما هي المعارض المرشحة لإقامتها خلال الأيام المقبلة؟ الأشهر المقبلة حاليا احنا عندنا، تكلمنا ويا المنظمين، عندنا المعرض هاي تيكس، يسمون هاي معرض تكنولوجيا، طبعا هم خابرونا المعرض تكنولوجيا يعني مستعدة حاليا يسوون معرض في أربيل، ومعرض أجرو باك الشركة التركية هم حاليا مستعدين، والمنظمين السوريين، حكومة السورية، عندنا تواصل مع حكومة السورية، هم يريدون يسوون معرض في أرض الأربيل إن شاء الله. شكرا لك. شكرا سيد سوران. نعم، أرض معارض أربيل تعرضت لخسائر كبيرة وفاتحة بسبب فيروس كورونا، بسبب توقف المعارض، نعم، فيها، لكنها اليوم تسعى لأن تنهض وتعود لإقامة تلك المعارض، وهي كما ذكر سيد سوران جاهزة، نعم، لاستقبال المعارض من كافة أنحاء الدول، نعم، العربية وأيضا أنحاء العالم. نعم، إذن شكرا لك سليل.